لا الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صموئيل الأول أصحاح 11. كنا وصلنا أن دي أول حرب اشترك فيها شاول، وكان ينقاد بروح الله زي ما ذكر في عدد 6، حل روح الله على شاول وعشان كده ربنا نصره وخلص شعب اليهود وشعب يبيش، وانتهت الحرب بأن الناس حبت شاول جدا اليهود، وحسوا أنه فعلا مختار من قبل الله. وقال الشعب لصموئيل: من هم الذين يقولون هل شاول يملك علينا؟ ائتوا بالرجال فنقتلهم. فقال شاول: لا يقتل أحد في هذا اليوم، لأن في هذا اليوم صنع الرب خلاصا في إسرائيل. وقلنا دي تضاف إلى فضائل شاول الملك أنه قدر يعفي عن الناس ويسامحهم بالرغم أنه كان يملك في اليوم ده الانتقام لكرامته من الناس اللي أهانوه يوم الرسامة، لكن قال لهم النهاردة يوم خلاص لا يقتل أحد. وقال صموئيل للشعب: هلموا نذهب إلى الجلجال ونجدد هناك المملكة. فذهب كل الشعب إلى الجلجال وملكوا هناك شاول أمام الرب في الجلجال، وذبحوا هناك ذبائح سلام أمام الرب، وفرح هناك شاول وجميع رجال إسرائيل جدا. المرة دي كان الاحتفال أكبر لأن ربنا أظهر لهم أنه واقف مع شاول الملك، وأظهر لهم أنه يعني هو القائد الحقيقي للشعب ده، فكانت فرحة الشعب كبيرة قوي بالانتصار وبتجديد المملكة. صموئيل لأنه رجل روحي ويهمه توبة الشعب وخلاصهم، استغل فرصة أن الشعب كله عنده نهضة روحية، وقال صموئيل لكل إسرائيل: ها أنا ذا قد سمعت لصوتكم في كل ما قلتم لي، وملكت عليكم ملكا، والآن هو ذا الملك يمشي أمامكم، وأما أنا فقد شخت وشبت، وهو ذا ابناي معكم، وأنا قد صرت أمامكم منذ صباي إلى هذا اليوم. ها أنا ذا فاشهدوا علي قدام الرب وقدام مسيح، ثور من أخذت وحمار من أخذت، ومن ظلمت ومن سحقت، ومن يد من أخذت فدية لأغض عيني عنه فأرد لكم. يعني قال لهم: تعالوا معلش حسبوني قبل ما امشي. ده صموئيل النبي بقى بيقول لهم: انا خلاص كبرت، وديني عملت لكم شاول الملك، وسمعت لكم في كل ما قلتم، ملكت عليكم ملك، وهو الملك هيمشي قصادكم، وانا ماشي وولادي وسطيكم. يعني اذا كنت عاوزين تستفيدوا من اولادي الكهنه اولاد صموئيل اهم معاكم، لكن اشهدوا علي. من امانه صموئيل النبي ان قبل ما يشهد عليهم شهدهم على نفسه. يعني هو دلوقتي هيشهد عليهم ويقول لهم: انا بقى لي عندكم عتاب، وهيقول اللي هو عاوزه، لانها كانها اخر عظه لصموئيل وسط الشعب، لقاء كبير وجمهور ضخم، ففرصه ان صموئيل يوبخهم على خطاياه. قبل ما يوبخهم قال لهم: تعالوا الاول اشهدوا علي، انا خدت حاجه مش حقي، خدت حمار من حد، خدت طور من حد، هل ظلمت، هل سحقت يعني دست على حد، هل خدت فديه يعني خدت زي رشوه عشان اغمض عيني عن غلطه حد. دي اخطاء بقى الكهنه في الوقت ده، انه ممكن ياخد حاجه عشان يغمض عينه عن خطا. وقال لهم: اذا كنت عملت كده ارد لكم، انا ممكن ارجع، لو قلتولي على غلطه انا ممكن اعمل اي حاجه. فقالوا: لا، لم تظلمنا ولا سحقتنا ولا اخذت من يد احد شيئا. ده يؤكد ان الراجل ده عظيم، لانه محدش اشتكى عليه في اليوم ده، محدش قال احنا لينا عن صموئيل حاجه، وهو راجل كبير بقاله يمكن 50 سنه نبي او اكتر، وكل الناس بتحبه ومحدش شايف له غلطه. فقال لهم: شاهد الرب عليكم وشاهد مسيح اليوم، هذا أنكم لم تجدوا بيدي شيئا. فقالوا: شاهد.
يعني انتم ما حدش فيكم لو عندي حاجة؟ قالوا لا، لهم ربنا شاهد ومسيح شاهد. فقالوا شاهد، يعني احنا اخر كلام كده. وقال صموئيل للشعب: الرب الذي اقام موسى وهارون واصعد اباءكم من ارض مصر، فالان امثلوا فاحاكمكم امام الرب بجميع حقوق الرب التي صنعها معكم ومع ابائكم. قال لهم انا كده كاني حكمتوني، جد دور بقى انا احاكمكم. من امانه هذا الرجل انه قبل ما يقول لهم انتوا بتغلطوا، لالا واحد يطلع يقول له ما انت كمان. فقبل ما يمسك عليهم اي غلط او يوبخهم اي توبيخ، قال لهم هبتدي بنفسي، انا اول متهم، رجعوا علي طول حياتي، اذا كنت ظلمت، اذا كنت خدت حاجة مش بتاعتي نرجح. قالوا له لا، ربنا شاهد انك كنت بريء وامين طول حياتك. قال لهم تعالوا امثلوا، امثلوا زي بقى لما تطلع متهم كده قدام المحكمة. فأحاكمكم أمام الرب بجميع حقوق الرب التي صنعها معكم ومع أبائكم. تعالوا أحاكمكم بحق ربنا، ربنا أي الكلام ومتفقين معاه على اتفاقات، أحاكمكم على الأساس ده. اليوم ده زي يوم الدينونة، عارفين صمويل واخد موقف زي موقف ربنا يسوع لما يقول، لما نقول للمسيح لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إيه إذا حكمت، يعني أنت يا رب بار في كل اللي عملته في كل اللي قلته، مش ممكن حد هيستغلطك أنت في غلطة، أنت بريء في كل كلامك وبار في كل أفعالك، إنما إحنا اللي عندنا الغلط، إحنا اللي ما كناش أمناء. فده زي يوم الدينونة واقفين قصاده بعد الاحتفال الكبير، قال لهم تعالوا نحول الاحتفال ده إلى توبة. أدينا فرحنا إن ربنا نصرنا واختار لنا إنسان كويس زي شاول، لكن أنا لي عندكم كلام. إيه الكلام اللي يقوله؟ تعالوا نسمع. الآن امثلوا فأحاكمكم أمام الرب جميع حقوق الرب التي صنعها معكم ومع أبائكم. لما جاء يعقوب إلى مصر وصرخ أبائكم إلى الرب، أرسل الرب موسى وهارون فأخرج أبائكم من مصر وأسكنهم في هذا المكان. يعني البداية القصة، جدكم يعقوب، ما هو يعقوب هو إسرائيل أول واحد، يعني نزل مصر هو وأولاده، كانوا حوالي 70 نفس، وقعدوا 400 سنة، وبعدين اتقلبت الدنيا عليهم، فربنا بعت موسى وهارون يخلصوا الناس. وأخرج أباءكم من مصر وأسكنهم في هذا المكان، يعني أنتم مديونين لربنا أن ربنا خرجكم وسكنكم في فلسطين. فلما نسوا الرب إلههم باعهم ليد سسرة، ده وقت سفر القضاء، رئيس جيش حاصور، وليد الفلسطينيين زي مثلا وقت شمشون، وليد ملك مؤاب فحاربوهم. دي كلها أحداث سبقت صموئيل، هو بيحكي من أول يعقوب، يعقوب اللي هو أول بداية شعب إسرائيل، إزاي نزلوا مصر، اتزلوا في مصر، ربنا خرجهم بيد قويه، سكنهم في فلسطين على يد يشوع. من يشوع لصامويل حوالي 400 سنة دارت عليهم شعوب تانية، فلسطينيين ومؤابيين وسسرا رئيس جيش حاصور، وكل دول لما كانوا يصرخوا ربنا كان ربنا يتدخل وينصر. فحاربوهم وفصرخوا إلى الرب وقالوا أخطأنا لأننا تركنا الرب وعبدنا البعليم والعشتاروث، فالآن انقذنا من يد أعدائنا فنعبدك. يعني كل ما كانوا يبعدوا يجي التأديب الشديد، يصرخوا لربنا، يبعت لهم قاضي أو قائد أو مخلص زي شمشون، زي يفتاح، زي جدعون، كل دول قبل صمويل. وهنا نلاحظ حاجة مفيد جدا، أن الواحد يسترجع التاريخ، تاريخه هو الشخصي مع ربنا وتاريخ أجداده وأبائه، لأن كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. يعني ربنا اللي عمله مع أجدادنا ومع أبائنا بيعمله معنا، وربنا في حياتك له مواقف واضحة وصريحة جدا، لو رجعتها كويس هتستفيد وهتقف وقفة جادة مع نفسك وهتكمل بقية عمرك في خوف ربنا. مفيد أن الواحد يراجع حياته كل شوية، يبص كده على كل السنين اللي فاتت ويلاقي نفس القاعدة، لما كنت قريب من ربنا الدنيا كانت ماشية أحسن، ولما بعدت عن ربنا حصل لخبطة ومشاكل
وهموم زي الحرب، ولما رجعت تصرخ لربنا، ربنا مد ايده وانقذك ورجع الدنيا كويسه. ويكرر نفس الموقف تاني، تبعد شويه، تتادب شويه، تصرخ، ترجع لربنا، ربنا يرجع تاني. صرخوا الى الرب وقالوا: اخطانا لاننا تركنا الرب وعبدنا البعليم والعشتاروث، فالان انقذنا من يد اعدائنا فنعبدك. فارسل الرب يربعل اللي هو جدعون وبدان ويفتاح وصموئيل، كان اخر القضاء صموئيل نفسه، وانقذكم من يد اعدائكم الذين حولكم فسكنتم امنين. يعني اخر القضاء هو صموئيل نفسه. ولما رايتم نحاش ملك بني عمون اتيا عليكم، قلتم لي لا، بل يملك علينا ملك، والرب الهكم ملككم. اتاري قصه ملك شاول، اختيارهم لشاول كان بسبب اللي اسمه نحاش ده اللي قلنا عليه زي الحنش او الحي، الرجل اللي بسببه حصلت المعركه الاخيره. فهو كان بيتحرش بيهم بقالهم سنين، ومن هنا وقعوا في فكره عاوزين ملك بقى يقف له. وراحوا لصمويل، وصمويل قال لهم، زعل من كلامهم وقال لربنا عاوزين ملك، فقال له انت زعلان ليه؟ هم رافضيني انا، مش رافضينك انت. يقول: فسكنتم آمنين، ولما رأيتم نحاش ملك بني عمون آتيا عليكم، قلتم لي لصمويل لا، بل يملك علينا ملك، والرب إلهكم ملككم. يعني الأول مرة في تاريخ الشعب اليهودي ينطلب ملك، يطلبوا ملك وينسوا ربنا ملكه. كانت أول مرة تحصل. فعاوز يقول لهم انتوا شايفين غلطتكم قليلة، ده انتوا أصعب من كل أجدادكم وأبائكم. يعني كل مرة ربنا كان يتدخل وينقذ شعبه ويسمع صراخهم، إنما المرة دي أنتوا عملتوا حاجة ما اتعملتش. أنتوا المرة دي قلتوا له إحنا عاوزين ملك، وكأنكم بتقولوا مش عاوزين ربنا ملك. والرب إلهكم ملككم، فالآن هو ذا الملك الذي اخترتموه. آدي الملك، كان شاول واقف جنبه، الذي طلبتموه، وهو ذا قد جعل الرب عليكم ملكا. إن اتقيتم الرب وعبدتموه وسمعتم صوته ولم تعصوا قول الرب، وكنتم أنتم والملك أيضا الذي يملك عليكم وراء الرب إلهكم. هيحصل كل اللي جه في سفر الشريعة، بقية الكلام مش مذكور. يعني هتاخدوا البركة والزرع والعمر، وما يحصل لكوش أي مشاكل، والشعوب ما تقدرش عليكم. هم حافظين بقية البركة دي. وإن لم تسمعوا صوت الرب بل عصيتم قول الرب، تكون يد الرب عليكم كما على أبائكم. فالآن امسلوا أيضا وانظروا هذا الأمر العظيم الذي يفعله الرب أمام أعينكم. يبقى هو قال لهم إيه؟ بصوا ربنا زعل لكن قبل الطلب وجاب ملك وهو ساكت على كده، فحطوا في حساباتكم. فضلتوا أتقياء ومشيتوا ورا ربنا، انتوا والملك بتاعكم ربنا يبارك لكم. عصيتم ربنا، يبقى انتم والملك بتاعكم هتتأدبوا تأديب شديد. وانظروا هذا الامر العظيم. هو عاوز يوريهم قد ايه غلطتهم كبير. هم لغاية دلوقتي مش حاسين ان طلب ملك في ذاته كانت غلطة، مش حاسين بدي. ودي ساعات تحصل معانا كما يبقى في خطية معينة الواحد مش معتبرها خطية، هو شايف انها ما حصلش حاجة، بينما تكون في عين يا الله خطية كبيرة قوي. هم لغاية الوقت ده بعد ما ربنا اختار شاول ودخلوا الحرب وربنا نصرهم، لسه مش دريانين ان يوم ما طلبوا ملك كانت خطية صعبة قوي في حق ربنا، لانها بداية ضياع اليهود اللي انتهت في الاخر بكلمتهم ليس لنا ملك الا قيصر، فقال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. عاوزين قيصر، خلي قيصر بقى اللي يدافع عنكم. فكانت دي بداية النهاية، وهم مش دريانين ان هذا الامر عظيم. يعني دي خطية كبيرة قوي. داود مثلا لما وقع في الخطية بتاعته، وقع في زنا وتآمر على قتل الرجل بتاعه كسبة الشبع، كل ده ما كانش حاسس بخطيته. لدرجة لما جاله صمويل النبي، لما جاله ناثان النبي عاتبه، حكى له قصة واحد افترى
يعني على جاره، وهو ما خدش في باله ان الكلام عليه بسبب انه لم يشعر ان هذا الامر عظيم. احيانا لما الواحد يراجع في حساباته القديمة يكتشف ان في خطية كبيرة قوي حصلت وهو ما تبش عنها، وكانت خطية كبيرة. واحيانا لما الواحد يراجع حساباته القديمة يكتشف ان في معجزة في حياته او ربنا انقذه بشكل رائع جدا وهو برضو ما شكرش. عارفين زي مين؟ زي الملك أحشاويروش في قصة أستير. في ليلة من الليالي ما كانش جايله نوم، فجاب كتاب بيسموه كتاب أخبار الملوك كده، يقعد يتصفحه. شاف بقاله 20-30 سنة ملك، كل ذكرياته. ففوجئ في ليلة من الذكريات دي ان كان في مؤامرة لقتله، والمؤامرة كانت محبوكة جدا. لولا واحد اسمه مردخاي بلغ عن الاثنين الجواسيس دول اللي كانوا هيموتوه. فجاب الناس وقال لهم احنا عملنا ايه لمردخاي؟ الرجل انقذ نفسي من الموت. قالوا له ولا عملناش حاجة، موتنا الجواسيس وخلاص. قال لهم ازاي؟ ده الرجل ده انا مديون له بعمري. وساعتها عمل كرامة كبيرة قوي لمردخاي، مع انها جت بعدها بسنين طويلة قوي. نفس الحكاية تحصل معانا. ممكن لو رجعت حياتك كويس تلاقي مواقف ما شكرتش عليها كنت هتهلك فيها، ومواقف أخرى عملت أمر عظيم أو خطية كبيرة قوي وما اعتبرتهاش خطية كبيرة ولم تتب عنها كما يجب. وطبعا الخطية اللي الواحد ما يتوبش عنها يرجع لها تاني وما تتمسحش من رصيده، تشهد عليه قدام ربنا. فيبقى الواحد مهم أنه يراجع كده ضميره ويتوب عن كل الخطايا. وانظروا هذا الأمر العظيم الذي يفعله الرب أمام أعينكم. أما هو حصاد الحنطة اليوم، الموسم ده موسم الحصاد ما كانش يبقى فيه مطر خالص. فإني أدعو الرب فيعطي رعودا ومطرا فتعلمون وترون أنه عظيم شركم الذي عملتموه في عيني الرب طلبكم لأنفسكم ملكا. قال لهم هوريكم إثبات أن خطيتكم دي صعبة أوي. مش اليومين دول حصاد الحنطة يعني أبعد ما يكون عن جو الرعود والسيل والكلام ده. شوفوا بقى اللي هيحصل. فدعا صمويل الرب فأعطى رعودا ومطرا في ذلك اليوم، وخاف جميع الشعب الرب وصمويل جدا. الناس اترعبت، حصل رعود ومطر في يوم مش بتاعه خالص، فالناس خافت قوي. عرفوا فعلا ان غلطتهم كبيرة قوي، وعرفوا ان ربنا زعلان لغاية دلوقتي. إن كان بارك لهم سطر عليهم، إنما لسه ربنا زعلان. زعلان بمعنى إيه؟ زعلان من الغلط. ربنا ما بيكرهش البشر لكن بيكره الخطية، وما فيش حاجة تفرح ربنا زي التوبة. فالتوبة بتاعتهم ما كانتش توبة، ما حسوش بذنبهم لغاية دلوقتي، فلازم يشعروا بالجرم اللي عملوه لما طلبوا ملك. فقال جميع الشعب لصمويل صلي عن عبيدك إلى الرب إلهك حتى لا نموت. اعمل معروف، صلي عننا، احنا عملنا عملة كبيرة وما كناش دريانين، لألا يهلكنا الله. ربنا اللي جايب الرعود والمطر، طب ما ممكن يهلكنا كلنا لو غضب علينا. لأننا قد أضفنا إلى جميع خطايانا شرا بطلبنا لأنفسنا ملك. ده ممكن طلب واحد الواحد يطلبه تبقى خطيه. يعني هم مش عملوا ملك من مزاجهم، هم طلبوا، لكن الطلب لأنه ما كانش حسب إرادة الله يبقى خطيئة. ممكن واحد فينا يبقى بيزن على ربنا في طلب، والطلب غلط، والطلب يؤذيه، والطلب يكون معناه أنك اخترت ملك غير ربنا. يعني مثلا إيه؟ واحد يكون نفسه في مكسب معين وعمال يطلب ويصرخ لربنا أنه واخد المكسب ده، وهو المكسب ده إله آخر، ما هو وثن. هو عاوز يتكل على الفلوس، يقول له بس المرة دي يا رب اكسب المبلغ ده واتكل عليه بقية عمري، شوف التعبير، وخلاص تتكل عليه. يعني انت عاوز اله تاني بقى، فانت كده رفضتني وعمال تقول لي عاوز فلوس عاوز فلوس عاوز فلوس. وساعات ربنا يستجيب ويجيب الفلوس بس عشان يفرح قلب الانسان، وبعدين يقول له انت مش واخد بالك، ده انت جرحتني جرح جامد قوي، عمال تقول لي بس اديني الفلوس دي اديني الفلوس دي، وكأن الفلوس هي الحل، وكأن الفلوس هي ربنا، وكأن أنا ملياش لازمة. أنت بتعمل حاجة غلط وأنت مش دريان، وأنا ساكت ساكت لكن مش مبسوط.
قد أضفنا إلى جميع خطايانا شرا بطلبنا لأنفسنا ملكا. إحنا زودناها يا رب لما عملنا كده، كناش نعرف إن الحكاية دي قد كده غلطة كبيرة. فقال صموئيل للشعب: لا تخاف. ربنا طيب جدا، أول ما الإنسان يقول له غلطنا يا رب ويعترف بصدق إنه مخطئ، ربنا يغفر على طول. ربنا طيب، فهم الناس كلها صرخت وقالوا له إحنا فعلا غلطنا وأضفنا إلى خطايانا كمان، يعني إحنا بنغلط طول عمرنا إنما زودناها قوي في الجيل ده وعملنا غلطة ما عملوهاش حتى الأجداد والأباء، مش بس يعني عملنا عمايلهم، ده كمان زودناها وطلبنا ملك. قال صموئيل للشعب: لا تخافوا، إنكم قد فعلتم كل هذا الشر. صح، أنتوا فعلا غلطتوا غلطة كبيرة قوي، ولكن لا تحيدوا عن الرب، خلاص مش مهم اللي فات، ولكن اعبدوا الرب بكل قلوبكم. يبقى عشان التوبة تكمل لازم في اعتراف، ولازم في صلاة، ولازم في صلاة الكاهن، زي هنا صموئيل صلي عنا، صلاة الكاهن هنا مهمة، وفي نفس الوقت لازم في عهد جديد أو تعهد إن إحنا هنبتدي نمشي صح بعد كده، مش هنغلط تاني الغلطة دي. في أوضاع جديدة يمكن ما نعرفش نلغيها، خلاص بقى في ملك، إنما لا تحيدوا عن الرب، يعني حتى مع الوضع الجديد، حتى لو بدأ هذا الوضع أحيانا كده يكون باختيار مش صح، طالما ربنا بارك ووافق خلاص، لكن في الوضع الجديد في شرط: لا تحيدوا عن الرب بل اعبدوا الرب بكل قلوبكم. يعني هل الحل يتشال الملك؟ ربنا قال لا مش مهم يتشال، خلاص أنا اخترته وهو شاول كمان ماشي لغاية دلوقتي كويس، خلينا على الوضع ده، ولكن أهم حاجة عندي مش الملك موجود أو الملك غايب، أنا عاوزكم بس ترجعوا لي بكل قلبكم ولا تحيدوا عني، ما تحودوش تاني، ما تحدفوش برا الطريق تاني. ولا تحيدوا لأن ذلك وراء الأباطيل التي لا تفيد ولا تنقذ لأنها باطلة. قال لهم أنا بس حبيت أدوقكم من الطلب بتاعكم، قعدتوا تزنوا تقولوا عاوزين ملك عاوزين ملك، جبت لكم ملك لكنها أباطيل كاذبة. يعني أنتوا بس تخيلتم أن وجود ملك وسطيكم ده هيعمل لكم كرامة ويعمل لكم قيمة ويديكم اللي ما خدتوش قبل كده وتبقوا شعب زي الشعوب، وأنتوا شعب أعظم من كل الشعوب لأن ملككم ربنا نفسه. بتفكرنا بالآية اللي قالها يونان النبي في صلاته: الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم. يعني يبقى الواحد ماشي كده في النور وماشي ماسك في ربنا وتيجي فكرة بطالة غشاشة يمشي وراها وينبهر بيها وينجذب وراءها ويترك نعمته. يعني هي فكرة ملك دي ضيعت عليهم نعمة كبيرة فتركوا النعمة اللي كانوا فيها. ساعات الواحد يطلع ورا فكرة كده تاخده بعيد عن ربنا وتبقى فكرة بطالة. فقال لهم: ذلك وراء الأباطيل التي لا تفيد ولا تنقذ لأنها باطلة. أباطيل، مجد الدنيا ده أباطيل، الفلوس دي أباطيل، الشهوات دي كلها أباطيل، وبسببها تروح النعمة. لما الواحد ينجذب وراء الأباطيل الكاذبة يترك نعمته، لأنه لا يترك الرب شعبه من أجل اسمه العظيم. هم كانوا خايفين ربنا يقول أنا خلاص معرفكوش، انتوا بقى مش شعبي، انتوا طلبتوا ملك، خلي الملك ينفعكم وده اخر عهدي معاكم. فربنا قال لهم لا مش هسيبكم المره دي، ده مش اخر عهدي لسه، انا لن اترك شعبي من اجل اسمي، لان هو ما فيش حاجه في الشعب ده تخلي ربنا يتمسك بيه، هم وحشين. وعشان كده احنا في صلواتنا نقول له: يا رب احنا شعبك، بس مش بنقول لك سامحنا عشان احنا كويسين، احنا بنقول لك سامحنا لان اسمك القدوس دعي علينا، فاعمل من اجل اسمك، من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، لان احنا مفيش حاجه في ايدينا نقدر نتحجج بيها، مش هنقدر نقول لك عشان بنصوم وعشان بنصلي وعشان كل ده حاجات ضعيفه، انما من اجل اسمك. لا يترك الرب شعبه من أجل اسمه العظيم، لأنه قد شاء الرب أن يجعلكم له شعبا. ربنا لسه إرادته أن أنتوا تبقوا شعبه،
فحتى بعد التعدي اللي عملتوه ده لسه ربنا عاوزكوا شعبه، حتى بعد ما اخترتوا ملك غيره لسه رجع يقول معلش برضو شعبي هحامي عنهم. واما انا، هو بقى الراجل حاسس انه ماشي مع انه لسه ربنا هيطول في عمر، وكان عنده احساس انه هيمشي، بس ربنا لانه عارف ان شاول هينحرف والمملكة كلها تنحرف، لازم صمويل يعيش شوي عشان يرسم داود وعشان المملكة ما تروحش. انما صمويل كمان يودع شعبه في الاصحاح ده لانه كان حاسس انه كمل رسالته، فقال لهم انتوا حكموني انا خدت حاجة ما خدتش حاجة، لا انت تمام كده. فقال لهم بصوا بقى انا اللي فاضل علي، اما انا فحاش لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصلاة من اجلكم، بل اعلمكم الطريق الصالح المستقيم. رجل عظيم في اخر حياته ومع سنه الكبير ومع تعبه ومع امانته طول سيرته وحياته، قال لهم بصوا مهما حصل منكم انا هفضل عند مبدئي، انا حاشا لي ان اخطئ الى الله واكف عن الصلاه. شغلتي الاخر نفس اصلي لكم، دوري كنبي او ككاهن ان انا اصلي من اجلكم، مشيتوا صح مشيتوا غلط انا دوري ثابت. ولو كففت عن الصلاة كمن يخطئ في حق الله، يعني مش هيجي اليوم اللي أقول ما تستهلوش الصلاة أنا مش هعمل كده، أنا هفضل أصلي لكم لأني مسؤول عنكم حتى لو ما مشيتوش كويس. فهنا أمانة صمويل النبي أنه بيقول أما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الله وأكف عن الصلاة. تصوروا مجرد أنك تكف عن الصلاة من أجل الناس يحسبها صمويل خطية، خطية انك تبطل تصلي من اجل الناس مهما كانوا الناس وحشين، انك تيأس من الناس ده شعور مش كويس، مهما عملوا الناس خلي عندك فيهم رجاء. وصلاة صمويل هي اللي حفظت الشعب ده السنين دي كلها في الوقت ده، كانوا ممكن يعني يضيعوا خالص وسط الشعوب. حاشا لي، تفكرنا بكلمة بولس الرسول ويل لي إن كنت لا أبشر، الضرورة موضوعة علي، أو كلمة تانية حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع. يعني إيه؟ الشخص الروحاني اللي زي صمويل النبي أو بولس الرسول بيبقى بالنسبة له عدم البر في ذاته خطية، يعني لما ما يعملش الصح يبقى حاسس أنه مجرم في حق ربنا. يعني إحنا لما نعمل خطية صريحة نحس أن إحنا خطاة، إنما الأبرار دول لو حاجة صح ما عملهاش يشعر بذنب عظيم. فقال أنا لو ما صليت لكوش أبقى أخطئ في حق الله. وبولس بيقول أنا لو افتخرت بأي حاجة في الدنيا إلا صليب المسيح أبقى بغلط. وبيقول أنا ما أقدرش ما بشرش، يا ويلي لو ما بشرتش. فأكف عن الصلاة من أجلكم بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم. الدور الثاني للكاهن بعد الصلاة هو التعليم أو للنبي. فصمويل النبي يقول لهم أنا هفضل لآخر نسمة أصلي لكم وأعلمكم، والباقي ده عليكم أنتم، أنا علي أعمل دوري أصلي وأعلم، وأنت ترى دوركم إيه، تسمعوا الكلام وتمشوا صح. إنما اتقوا الرب، يعني اعملوا بقى انتوا كمان دوركم، بيكلم اليهود، واعبدوه بالامانه من كل قلوبكم، بل انظروا فعله الذي عظمه معكم. يعني يا ناس بصوا حواليكم وشوفوا ربنا عمل معاكم ايه، فعله الذي عظمه معكم، يعني ربنا عمل عمل عظيم معاكم بذات الحرب الاخيره دي. وان فعلتم شرا فانكم تهلكون انتم وملككم جميعا. يعني مش معنى ان معاكم ملك دلوقتي خلاص ده ضمان، لا، اذا كنتوا تنحرفوا انتم وملككم تهلكوا، اذا كنتم تمسكوا في ربنا يعني تثبتون وتتقون الرب وربنا ينجيكم. وكان شاول ابن سنة في ملكي وملك سنتين على اسرائيل، يعني في الوقت ده ما كانش فات على شاول اكتر من سنة، وبعد سنتين هنسمع بقية الحكاوي اللي جاية دي. واختار شاول لنفسه 3000 من إسرائيل، فكان 2000 مع شاول في مخماس وفي جبل بيت إيل
وألف كان مع يوناثان في جبعة بنيامين. احنا قلنا في الأول خالص شاول رجع بيت أبوه وما كانش عنده يعني حاشية ولا شعب ولا بعد رسامته على طول. لما حصلت حكاية نحاش دي والحرب طلعوا منها بقى بقرار انه يبتدي يتعمل جيش لهذا الملك. فأول خميرة للجيش كانوا 3000، 2000 مع شاول نفسه و1000 مع يوناثان ابن يوناثان زي أمير ابن الملك، فبرضو ايه يبقى معاه 1000، وتوزعوا على المناطق المهمة في إسرائيل. أما بقية الشعب فأرسلهم كل واحد إلى خيمته. يعني مش معقول هيعطلوا كل الرجال ويخلوهم جيش الفلاحين، يرجعوا كل واحد حقله وشغله، ولو قامت حرب تاني يجندوهم تاني. إنما المجندين دول 3000 يفضلوا دول زي ضباط مستمرين طول الفترة لألا يحصل طوارئ. وضرب يوناثان نصب الفلسطينيين الذي في جبع أو جبع يعني، فسمع الفلسطينيون وضرب شاول بالبوق في جميع الأرض قائلا ليسمع العبرانيون. يوناثان هنعرف بعد كده من حكاياته مع داود، يوناثان إنسان حلو جدا وقلبه قلب بار، قلب طفل، وإنسان بيحب ربنا وإنسان تقي. يعني إن كان شاول الملك سينحرف يوناثان لن ينحرف، وهيموت شهيد في الآخر يوناثان في شبابه، وهيبقى شخص مجيد وشخص مكرم في الكتاب، لأنه مش بس كان صديق لداود لكن كان بيحامي عن شعبه وأمين في علاقته مع ربنا ومع الناس. يوناثان كان يحمل حماس الشباب الصغير وعنده استعداد كده للفداء، فدخل بال1000 اللي معاه، مع ان التاني معاه 2000، لكن هو اللي ايه تجاسر ودخل بال1000 وخبط في الفلسطينيين. فالفلسطينيين هاجوا بقى على يوناثان، فلما شاول عرف ان ابنه مع الكتيبة اللي معاه الصغيرة بدأوا يحاربوا، ام هو كمان امر بالبوق في كل بلاد اليهود انه يجندوا بقية الناس لانها تقوم حرب تاني مع كل الفلسطينيين. وفي الوقت ده اللي يرجع لسفر القضاء، السفر اللي قبل ده، يلاقي دايما الفلسطينيين كانوا أضعاف عدد اليهود في العدد وفي القوة، فكانت دايما الحرب غير متكافئة. يعني الطبيعي الفلسطينيين يغلبوا، إنما المعجزي اللي بيحصل كل شوية هو أنه ربنا ينصر شعبه. فضرب شاول بالبوق في جميع الأرض قائلا ليسمع العبرانيون، فسمع جميع إسرائيل قولا قد ضرب شاول نصب الفلسطينيين وأيضا قد أنتن إسرائيل لدى الفلسطينيين. في ناس كثيرة كانت تميل لحكاية الصلح والهدنة، فيقولوا إيه، وهم طبعا فيها نوع من التنازل لأن الصلح يسمح لهم بعبادة الأوثان اللي عند الفلسطينيين. فوقعت يوناثان مع الفلسطينيين، قالوا ده خلاص الريحة فاحت وقد أنتن شاول وإسرائيل عند الفلسطينيين، يعني ملهاش حل، مش ممكن هيتصالح، الموضوع خرج من إيدينا ولازم هنحارب. ده المقصود بالتعبير اللي الناس قالته، يعني كأن الناس كانت تميل أن نفضل كده في سلام، بس ده سلام ضعيف. ليه؟ لأن الفلسطينيين أقوى وهيخلوهم يعبدوا الأوثان، فما كانش صح. إنما دلوقتي هيحاربوا، هم حاسين أن هم مش قد الفلسطينيين. فاجتمع الشعب وراء شاول إلى الجلجال، وتجمع الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل 30,000 مركبة و6,000 فارس وشعب كالرمل الذي على شاطئ البحر في القطر. ده الكلام على الفلسطينيين. طبعا 30,000 مركبة، عارفين مركبات زمان دي زي الدبابات دلوقتي، بالنسبة لهم المركبة دي حاجة ما تتغلبش، لأن اليهود معهمش مركبات خالص. مركبات دي حاجات بالحصنة كده، ويبقى المركبة الواحدة فيها كذا فارس ومسكين السهام والسيوف، وتجري بسرعة جدا فيقدروا يخلصوا من أي حد من المشاة في سكتهم، وصعب أن المركبة تقع. عشان كده في التسبحة نقول مركبات فرعون غرقت في البحر، لأنه كان أقوى حاجة عند فرعون وجيشه المركبات، مش مجرد الفرس أو الفرسان، مركبات نفسها كانت حاجة كبيرة قوي. وطبعا الجماعة اليهود ما كانش معهم حاجة. فلما يقول الأرقام دي عشان يورينا قد إيه الحكاية مفيش مجال للتنافس خالص.
وشعب كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثر. وصعدوا ونزلوا في مخماس شرق بيت آون، ولما رأى رجال إسرائيل أنهم في ضنك لأن الشعب تضايق، اختبأ الشعب في المغاير والغياض والصخور والصروح والأبار. الناس خافت، الناس إيمانها ضعيف، مع أن لسه صموئيل بيقول لهم ربنا مش هيسيبكم وربنا معانا، وديكوا شفتوا نصرنا على نحاش إزاي، بس لا تحيدوا عنه. إنما الشعب بسرعة بينسى. وهنا برضو كلمكم دقيقتين عن النسيان. إحنا عندنا عيب اسمه النسيان، هو ساعات يبقى فضيلة لما الواحد ينسى الإساءة، دي تبقى فضيلة لما حد يكون ضايقك وتنسى، دي حاجة كويسة. وأحيانا تبقى فضيلة لما تنسى الشر اللي في ماضيك لألا تتذكر الشر الملبس الموت. ساعات واحد يقعد يألف في الذكريات القديمة بطريقة غلط، يدنس فكره وقلبه وكأنه بيغلط تاني. هنا في نسيان حلو، انك تنسى الإساءة وتنسى الناس اللي ضايقوك وتنسى حتى خطاياك اللي ربنا سامحك عنها، بس ما تنساش انك خاطئ. لكن في نسيان تاني وحش، انك تنسى وقفات ربنا معاك. الشعب ده فات على القصة اللي فاتت سنتين، لو كانت لسه الحكاية طازة وفي اليوم التاريخي اللي وقف صموئيل يشاهدهم ده، كانوا يمكن دخلوا الحرب بمنتهى الحماس وقالوا ربنا مش هيسيبنا. إنما لما فات سنتين والناس بردت وكل واحد راح اشتغل في حاله، تقوم حرب جديدة يقولوا معقول؟ مش معقول هنغلب. طب يعني هو كانت معقول انكم تغلبوا المرة اللي فاتت وهي دي أول مرة تشوفوا إيد ربنا؟ وهو إيه اللي تغير؟ صموئيل عايش ولسه شاول موجود. إنما الإيمان يضعف. إذن الإيمان يتقوى بتذكر إحسانات الله. لما تفضل مركز على ربنا عمله معاك يفضل إيمانك قوي. لما تنسى عطايا الله وإحساناته إيمانك يضعف. يمكن ده السبب اللي خلى ربنا يسوع بعد معجزة الخمس خبزات والسمكتين شيل كل واحد من الرسل أوفة مليانة عيش مكسر. ليه؟ عشان ما ينسوش. لأن كانوا هيمشوا بعدها بأيام نسيوا حكاية الخمس خبزات، فكانش عاوزهم ينسوا، فخلاهم يجمعوا الكسر عشان الأوفة دي تبقى ذكرى لهذا اليوم وما يبردوش بسرعة. الشعب تضايق. طيب المفروض تضايق يعملوا ايه؟ في كلمة هنا ناقصة، مش ناقصة في الناس، في حياته. لما تتضايق المفروض تعمل ايه؟ روح صلي، صلي لربنا، هو ربنا اللي بتاع امبارح، هو بتاع النهاردة، هو بتاع بكرة. تصلي له، تصرخ، ربنا يستجيب ويبعث المخلص وكل حاجة تمشي. انما تضايق واختبأ، يبقى واضح الايمان راح. لو كان تضايق فصلى يبقى الايمان ماشي كويس، إنما تضايق واختبأ يبقى هنا في ضعف وفي خوف وفي هروب. وبقى يجروا في المغاير والغياض والصخور والصروح والأبار. وبعد العبرانيين عبروا الأرض إلى أرض جاد وجلعاد. بعضهم زي اللي هاجر يبعد خالص عن مجال الحرب بسبب الإحساس بالهزيمة. طبعا كل ده ضعف إيمان. سابوا بلادهم خالص وعدوا الأردن للناحية التانية، قالوا نبعد خالص عن وش الفلسطينيين. طب مش تسألوا ربنا؟ طب مش ربنا قبل كده نصركم؟ طب مش لسه صموئيل عايش؟ وكان شاول بعد في الجلجال وكل الشعب ارتعد وراءه. كل الشعب ارتعد، مفيش حد عنده إيمان، محدش بيقول هننتصر، فيش غير يوناثان اللي دخل بقلب حامي قلب الشباب ومش فارق معاه. كل الباقيين مرتعدين مرتعبين، حاسين هتبقى هزيمة نكراء. فمكث سبعة أيام حسب ميعاد صموئيل. هو خلاص هيدخل حرب، مفيش مفر. والطبيعي أن يجي صموئيل يرفع ذبيحة قبل الحرب ويصلي لشاول الملك قبل ما يدخل الحرب، عشان تبقى الحرب دي رئيسها ربنا مش شاول. شاول ده مجرد ملك ظاهري، لكن الملك الحقيقي ما زال الله. لما ربنا يقود المعركة خلاص يبقى لازم في نصرة، إنما لما شاول يقود لا تبقاش فيها نصرة طبعا، يبقى فيها أخطاء كثير.
فشاول فضل 7 أيام، صمويل مديله معاد، يبدو صمويل كبر وحركته تقلت وهيجي على مهله، إنما لسه الحرب باردة. فبعد 7 أيام شاول استعوأ صمويل، ما جاش لسه صمويل، ولم يأتي صمويل إلى الجلجال، والشعب تفرق عنه. يعني إيه؟ الشعب ابتدى يبص يمين شمال، إحنا هنقعد كده، صمويل ما جاش، وابتدوا بقى يشككوا بعض، وإحنا معقول هنغلب؟ خلي بالكم إن عدوى عدم الإيمان تنتقل سريعا. يعني إيه؟ زي ما الإيمان معدي، عدم الإيمان كمان معدي. يعني تبقى قاعد في أمان وبتصلي، وبعدين يجي واحد يقول لك لا ده مش ممكن، ويبتدي يقلب دماغك ويقعد يكلمك عن الدنيا واللي فيها والشر واللي فيه والشياطين واللي بيعملوه ويلخبط دماغك. وبعد ما كان إيمانك بسيط ومتكل على ربنا تتشكك وتتلخبط وتبقى مش عارف تصلي وتضطرب وتقلق. إيه اللي خلاك تدي ودانك للناس دي؟ هو لخبط لك إيمانك. والعكس، لما تتقرب من شخص إيمانه قوي، كل كلامه مع ربنا وعن ربنا، وربنا مش هيسيبنا وربنا لازم معانا وكل حاجة هتبقى كويسة، تلاقي نفسك إيمانك يعني تعدل ورجعت للسلام والأمان تاني. فاحذروا دايما من الجو المحيط. هن 7 أيام دول مفيش حد يقول للناس ما تخافوش، مفيش حد يقول للناس مش فاكرين الحرب اللي فاتت ازاي ربنا نصرنا، محدش بيقول من وقت موسى كان ربنا معانا، ووقت يشوع، ووقت جدعون، ووقت شمشون، ووقت صمويل، محدش بيقول الكلام ده. كل الكلام من النوع الارضي البطال، احنا هنتغلب، اخيرا مش هنرجع من الحرب دي، الرجالة هتخلص، هنتزل جامد، والكلام اللي التعبان ده. فبدأ الشعب يتفرق، يتفرق يعني اللي يقدر يزوغ ويروح بيتهم يروح، يقول ما خسرانة خسرانة. شاول نفسه إيمانه مش كويس، ابتدى يتهز برضه. شاول نفسه إيمانه مش قوي، لكن للأسف إيمانه بيضعف وكبرياءه بيزيد. فبدأ مش يثق في ربنا زي الأول، بدأ يثق في نفسه زيادة. يقول في نفسه إيه؟ ما أنا انتصرت قبل كده. أنت ما انتصرت، ده ربنا نصرك. فعشان تنتصر تاني لازم ربنا برضو اللي ينصرك، وكل مرة هتمشي كده. لكن يبدو مخه ابتدى يفكر بطريقة، ما أنا قبل كده انتصرت على شعب أكبر مني، وكأنه بيقول لنفسه أنا أقدر لوحدي. فقال شاول، شوفوا بقى الكبرياء لما يزيد، قدموا إلي المحرقة وذبائح السلامة فأصعد المحرقة. قدموا لي أنا الذبيحة أخلص. تخلص إيه؟ إيه اللي أنت هتعمله ده؟ ده مش شغلك خالص. إصعاد الذبيحة دي عملية طقسية كهنوتية ما يأملش بيها غير رئيس الكهن، وهنا صمويل بمثابة رئيس الكهن. فما ينفعش أبدا شاول وهو ليس كاهنا بالمرة يرفع ذبيحة. أنت شغلتك ملك مش شغلتك كاهن. إنما هو شوفوا بقى، مش بقى بيفكر يرضي ربنا إزاي وربنا حقه إيه ونظامه إيه، نظام يعني طقس بالمناسبة، لا مش بيفكر كده، بيفكر المصلحة إيه. وحتى لو المصلحة في نوعين من المصلحة، المصلحة حسب رأي ربنا والمصلحة حسب رأي الناس. حسب رأي ربنا المصلحة برضو تستنى لما صمويل يجي ويبارك ويصلي وكل حاجة تمشي كويس، إنما المصلحة في نظر الناس الوقت بيجري والناس بتتفرق والعدد هيقل وإحنا مش قد الفلسطينيين، خلينا نبتدي الحرب. ده تفكير بشري. ومين قال العدد هيفرق؟ ما هو كده كده العدد خسران، ما يجوش 1 من 10 من الفلسطينيين، هتفرق إيه يعني لما يقلوا شوية كمان؟ وبانت في قصة جدعون قبلها في سفر القضاء، ربنا قال له قل للي عاوز يروح يروح من الأول، اللي خايف خليه يروح، أنا ما بحبش أحارب بناس خايفة. قال كده وكانوا كلهم 30,000 اليهود روحوا 20، وقال له ما يهمكش لسه كتار كمان. فهنا لألا يتفرقوا عنه شاول ابتدى يفكر بطريقته البشرية، لا احنا لازم ندخل الحرب، وكلهم هيتوسوسوا لو قلنا ندخل الحرب من غير ذبيحة، طب خلاص أنا اللي هرفع الذبيحة، إيه اللخبطة دي؟
لازم تستنى صمويل، ولازم وكل حاجة لكل شيء تحت السماء وقت، وهو يعني ربنا مش عارف الوقت المظبوط. هنا أكلمكم كمان عن خطية الاستعجال. خطية الاستعجال تعتبر أول خطية في تاريخ شاول الملك، لكن جابت في رجليها خطايا كتير قوي. ساعات الواحد يفتكر الاستعجال دي حاجة يعني بسيطة يعني، إنما العجلة يسموها الكتاب العجلة أو الاستعجال، ده ممكن يخسر الإنسان كتير جدا. لأن الواحد هو مستعجل تلاقوه يغضب، تلاقوه يغلط، تلاقوه ما يصليش، تلاقوه يدوس على وصية ربنا، تلاقوه يدوس على الناس في سكته لأنه مستعجل. التروي مهم، لازم الواحد يتروى ويفكر ويصلي كويس قبل أي حاجة. فالاستعجال اللي أصبح سمة من سمات العصر ده، دي خطية صعبة، لأن بسبب الاستعجال ياما الواحد يغلط، وممكن غلطات تبقى غلطات كبيرة أوي. ممكن يهمل حق إنسان بيطلب منه طلب ويقول له أنا مستعجل مستعجل، ويكون الإنسان ده له طلب مهم ويظلمه، لأنه من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطية له. وبعدين ربنا حاسب الوقت، استعجل ليه؟ بقدر الإمكان ادي كل حاجة حقها، وربنا يلحق ويوضب كل حاجة بطريقته. فأصعد المحرق، شاول نفسه أصعد المحرق، استعجل وراح رفع الذبيحة. وهنا الاستعجال خلاه يعمل كذا حاجة. أولا يتخطى الكهنوت، ودي خطية كبيرة قوي أن واحد يعمل من نفسه كاهن، دي خطية صعبة جدا. الحاجة التانية أنه بيمثل الصلاة تمثيلية، ما بقتش الصلاة بجد بقى صلاة، لا ده هو بيعملها كده منظر عشان الناس بس تطلع تحارب. فهنا وقع في الرياء، لأن الصلاة والذبيحة دي مش تمثيلية قدام ربنا، ده قلبه منسكب أمام الله، صراخ لربنا بصدق، لكن دلوقتي أصبحت تمثيلية كده، حاجة تتعمل وخلاص. وكان لما انتهى من إصعاد المحرقة إذا صموئيل مقبل. شوفوا ربنا بقى لما يحب يعني يمسك الواحد في غلطته عشان ما يقعدش يتهرب، وهو يدوب بيشطب موضوع الذبيحة ده لقوا صموئيل جاي، يعني فرقت ساعات أو دقايق. إذا صموئيل مقبل فخرج شاول للقائه ليباركه. غلطة تانية هنا، عارفين بقى اللي يغلط غلطة ويحب يغطي عليها كده ويغلوش عشان محدش ياخد باله، أو شاول بتاع الحركات حب انه ايه كأنه ما حصلش حاجة، فطلع يستقبله بفرح كده كأنه ايه الحمد لله على السلامة ويلا باركنا. طبعا صموئيل كان بيعرف كل حاجة من ربنا فما يضحكش عليه، لكن شاول مش بيستقبله بنفسية التائب ويقول له ابونا صموئيل انا غلط، انا استعجلت، انا عملت حاجة ما كانش صح. كان ممكن يستقبله كده بنفسية شخص تائب، برضو تفرق عند ربنا، مهما الواحد غلط التائب ربنا بيقبله. لكن هنا تحسوا انه مش عندوش احساس بالذنب خالص. خرج شاول للقائه ليباركه، فقال صموئيل ماذا فعلت؟ صموئيل عاوز يعترف، بيقول لشاول عملت ايه؟ صموئيل عارف، لكن لازم شاول يعترف، لانه لو ما اعترفش يبقى مش تائب، ولو مش تائب يبقى ما فيش غفران، يبقى هلك. فعاوز يعترف بخطيته، عملت ايه؟ فقال شاول، خلي بالكم بقى من الاعتراف ده، لأني رأيت، هو الاعتراف المفروض يقول ايه؟ اول كلمة في الاعتراف اخطأت. ابن الضال لما اعترف اول كلمة قالها ايه؟ اخطأت، وابتدى يقول بعد كده. انما في اعتراف يبدأ بكلمة اخطأت، وفي اعتراف يبدأ بحجة او بعذر. الاعتراف اللي يبتدي بحجة او بعذر مشكوك في امره، ما يعتبرش اعتراف. ليه؟ لأن ده واحد داخل يبرأ نفسه، اللي يبرأ نفسه لا يتبرر أمام الله، لا يتبرأ أبدا. لكن اللي يقف معترف بخطيته بالتضاع يتبرأ إذا كان صادق في توبته. فمش يقول له أنا غلطت، يقول له لأني رأيت أن الشعب قد تفرق عني وأنت لم تأتي. هنا جاب الغلطة في الاثنين، الشعب غلطان هيسيبوني ويمشوا، وانت كمان اتأخرت. يعني صموئيل اتأخر والشعب خاف ومشي، وانت ما غلطتش وانت بريء،
وأنت لم تأتي في أيام الميعاد، والعيب الثالث والفلسطينيون مجتمعون في مخماس، يعني معاه ثلاث حجج قال إيه كده بلا عذر، الشعب ابتدى يسيبني وانت تأخرت والفلسطينيين كبسوا علي، عاوز نعمل إيه يعني؟ قول زي ما تقول بس انت كده غير تائب، لا تستحق غفران ولا بركة. حاسبه من الحتة دي، لأن تبرير النفس يعطل تبرئة النفس. لما تبرر نفسك بنفسك لا تتبرأ أمام الله. خليك معترف أنك مخطئ بصدق عشان ربنا ينعم عليك بالغفران. العشار لما دخل ما قالش أنا كويس، قال أنا وحش، أنا خاطئ، ارحمني يا رب، فنزل مبررا. افتكر خطاياك عشان ربنا ينسها لك، لكن لا تتحجج وتتعذر. احنا في الصلاة نقول ليس لنا حجة ولا دالة ولا معذرة، احنا ملناش يا رب حجة ولا عذر. رأيت أن الشعب قد تفرق عنه، دي غلطة دايما غير التائبين. زي مثلا ربنا لما سأل آدم، آدم حصل إيه؟ برضو مستني آدم يعترف، يمكن آدم يتوب ويقول له أنا غلطت يا رب، كسرت الوصية وكلت من الشجرة. إنما أول كلمة يقولها آدم إيه؟ الست اللي أنت اديتهاني، الست يعني أنا أجيب لك هدية تطلع الهدية غلط، وبقى أنا الغلطان أنا وحواء، وأنت مش عاوز تقول أخطأت، وبرضو ربنا يقول لها حواء إيه اللي حصل؟ كانت ممكن تقول له غلطت يا رب، قالت له الحياة يا رب. وبعدين بقى في الأعذار دي، الأعذار دي ما تبرأش حد أبدا، ده ربنا بيسأل الواحد عشان يعترف، بيشجع الواحد على الاعتراف. هنا صموئيل وهو عارف بيقول له ماذا فعلت، يعني يلا قول اعترف عشان ربنا يسامحك. رأيت أن الشعب تفرق عني وأنت لم تأتي في أيام الميعاد والفلسطينيون متجمعون في مخماس. فقلت الآن ينزل الفلسطينيون إلي إلى الجلجال ولم أتضرع إلى وجه الرب. يا سلام على التقوى، لما أتضرع قال يعني مش معقول كنت حارب من قبل ما صلي يعني، وانت فاكر دي صلاة، انت هتضحك على نفسك ولا على ربنا؟ قال مش معقول كانوا هيهجموا علي وانا لسه ملحقتش أصلي، فقلت لازم أصلي بقى بصمويل من غير صمويل مش مهم. فتجلدت، قال يعني عمل مجهود نفسي يعني، وأصعدت المحرقة. بصراحة كذاب قدام ربنا، كذاب. هو ربنا مش فحص القلوب، عارف اللي في القلب؟ لا، انت كنت عاوز تخلص عشان تحارب. هنا صعب قوي ان الواحد يكون في حضرة ابوه الروحي ويكذب. اخطر حاجة في الحياة الروحية انك تخبي حاجة على ابوك الروحي أو تكذب عليه. تفكرنا عارفين بحادثة حنانيا وسفيرة، لما كانوا قدام بطرس، وبطرس الرسول فهم برضو بالروح وقال أنتوا بعتوا بالتمن ده؟ فقالوا أيوة. قال أنتوا مش بتكذبوا علي، أنتوا بتكذبوا على ربنا. لما قال كده ماتوا، لأنه إذا كذبت على الناس هترجع تتوب وتبقى صادق مع أبوك الروحي. هتكذب على رجل الله، طب فاضل إيه؟ يعني بتكذب على ربنا، طب خلاص يبقى فيش توبة أبدا. ده أحد أشكال التجديف على الروح القدس، يعني أنت بتكذب على روح الله. طب أمال مين اللي هيخلصك كده؟ يعني لو تجملت قدام الناس حتى كذبت على الناس، أهي ليها توبة لما تيجي تبقى بصدق أمام الله تقول أنا كذبت وربنا يستر على اللي أنت عملته. إنما هتكذب وتتجمل قدام رجل الله، زي مريض رايح للدكتور يقول له أنا كويس، طب قول كويس دي قدام كل الناس، لكن قدام الدكتور بتاعك ما هو اللي عنده الشفاء، المفروض تقول له لا ده أنا ما فيهاش حاجة سليمة عشان تتعالج صح. لكن هتدخل للدكتور تقول له كله تمام، خلاص يبقى فيش فايدة فيك بقى. فقال له كانوا هينزلوا علي ولم أتضرع إلى وجه الرب. هنا تلاحظوا الرياء، يعني لسه واخد شكل التقوى كده. فتجلدت وأصعدت المحرق. فقال صمويل لشاول قد انحمقت. هنا بقى أبونا صمويل شديد، ده بيكلم ملك، لكن ملك ده إيه؟ مش مهم،
قال له قد انحمقت، اللي انت عملته ده نوع من الحماقة. ايه اللي انت عملته ده؟ حد يتجاسر على الشريعة؟ حد ياخد مكان الكاهن؟ حد يتحجج ويعمل كده؟ حد يقول الناس مشي تثبتني وانت اول مرة تشوف ربنا بيشتغل ازاي؟ انت انحمقت. ده اللي كنت عاوز اسمعه منك. يعني كان ممكن تبدأ اعترافك وتقول له قد انا انحمقت، كان مفروض تقول كده، انا طلعت احمق في هذا التصرف. ماشي، ده اسمه اعتراف. فلما ما اعترفش صامويل بقى وبخه في وشه، زي ما حصل بالضبط بين ناثان وداود بعدها بسنين. قال له انت هو الرجل، انت مش راضي تعترف، انا اقول لك بقى حق ربنا، انت الرجل المفتري اللي سرق وقتل، مش الراجل بتاع المعزة ده. قد انحمقت، لم تحفظ وصية الرب. ده بقى تعريف الخطية عند ربنا، مهما قلت من أعذار هي عند ربنا إيه؟ لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك به. ده تقنين التهمة، دي الخطية، لا تتجمل، اعرفها زي ما هي. أنت لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك به، لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد. عارف لو كنت مسكت في الوصية كان ربنا ثبتك ملك إلى الأبد أنت وولادك. إنما اللي أنت عملته ده وهروبك من التوبة والرياء والكذب اللي أنت مكمل فيهم دول، كل ده حماقة. أما الآن فمملكتك لا تقوم. ربنا ما يقبلش ملك كذاب، ما يقبلش ملك لا يتوب، ما يقبلش واحد من رجالته يبقى ملاوع كده. أما الآن فمملكتك لا تقوم، قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه. ده لسه ما نعرفش داود، احنا ما سمعناش عنه لسه، احنا لسه في صح 13. لكن صامويل علم بالروح ان خلاص دي نهاية شاول، والرغم ان هو لسه هيفضل ملك سنين، لكن هو ادرك بدال ابتدى السكة دي، سكة الرياء والالتواء والكبرياء، الحاجات دي سكة وحشة قوي والتوبة منها مش سهلة، يعني التراجع فيها مش سهل، فبدأ سكة وحش. قال له ربنا لازم هيدور على واحد قلبه نظيف، لكن القلب ده ما ينفعش مع ربنا. هنا تلاحظوا التوبيخ الشديد من رجل الله. ربنا يوبخ ناسه بوكلاءه لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.